السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً إحنا نعرف إنه العالم بيتجه لتطبيقات الويب، والآن بيتجه أكثر لتطبيقات الموبايل. نلاحظ إنه سابقاً كان كل شيء كمبيوتر، الآن بيتحول كل شيء إلى موبايل. أضف إلى ذلك نلاحظ اهتمام العالم بتطبيقات الويب. اليوم إحنا نلاحظ في تطبيقات كثيرة وفي لغات كثيرة على الإنترنت، ونحتار أي منهم نختار. طبعا دورتنا اليوم هو عن الانجولار جي اس اللي تم تصميمها من قبل جوجل، هي جافا سكريبت فريم ورك. الجميل في الانجولار جي اس انه انت تصمم موقع بالكامل، والاجمل انه هذا الموقع ايضا تستطيع انه تشغله على اي جهاز موبايل سواء كان اندرويد او كان ايفون. انجولار جي اس هو اوبن سورس جافا سكريبت فريم ورك، تم بنائها من قبل جوجل وصنعوها للويب ابليكيشن. طبعا استخدامها مجاني وما تحتاج انه تدفع اي شيء، وممكن انه انت تعمل تغييراتك وتعملها شير، تشاركها مع كل الناس. انجولار جي اس اللي احنا راح ناخذها، حناخذ فكره الام في سي، الاكسبريشن، دايركتيفز، كنترولز، موديل او الماجلز، سكوبس، فلتر، دوم، فورمز، حتى الاجاكس والفاليديشن والسيرفيس والانيميشن والى اخره من امور داخله من ضمن هذه الدوره. الانجولار جي اس، طيب الانجولار جي اس احنا اخذنا فكره انه هي اوبن سورس، هي جافا سكريبت فريم ورك، لكن السؤال هو ليه نتعلم الانجولار جي اس؟ ما هو سبب تعلمنا للانجولار جي اس؟ هناك كثير من جافا سكريبت فريم وركس موجوده في الانترنت، ممكن انا استخدمها او ممكن انه انا اتعلمها. ليه بالاخص نستخدم الانجولار جي اس او ليه نتعلمها اصلا؟ مجموعه ادفانتج من فوائد استخدامك للانجولار جي اس بدون استخدامك بقيه الفريم وركس للجافا. اول شيء عندك شيء هو الديبندنسي انجكشن. Dependency injection بمعنى أنه أنت ممكن تحدد الديزاين، الشكل، الخريطة لكل component، لكل عنصر، وكل واحد من عندهم ممكن تحدد الديبندنسي. طبعا احنا لما نفكر أنه نشتغل في الجافا سكريبت، هذه الأمور بالdependency injection حتاخذ من عندنا كود كثير، الانجولار جي اس بيختصرها. أضف إلى ذلك أنه عندها two-way data binding بمعنى انه يربط لك البيانات من الطرفين. Angular JS بيخلق لك ال two-way data binding بين العنصر اللي حتختاره كموديل وبين الموديل اللي موجود خلف الكواليس. بمعنى اخر انه ممكن انت اي شيء بتغيره في الواجهة هو بيتغير خلف الكواليس. اضف الى ذلك عنده فائدة أخرى اللي هو التستينج. Angular JS تم تصميمه بطريقة أنه أنت ممكن تعمل تست بطريقة سهلة جدا، وكل الكومبوننت اللي موجودة فيها ممكن تعمل لها تست من الاند تو اند. نفس الوقت Angular JS هو Model View Controller، من السهل تصمم فيها تطبيقات، لأن الـ MVC واضح جدا، ممكن تقسم تطبيقك بداخل MVC Component كموديل تضع فيها functions وأشياء الداتابيز، الفيو اللي هو راح يظهر أمام المستخدم، الكنترولر اللي هو حيكون بين الاثنين. أنا المهندس محمد عيسى من العراق، أحب أرحب بكم بدورة Angular JS من جوجل. خلينا نشوف التايم بيسمح. طيب Angular JS هو MVC architecture عفوا. ال MVC هو معناته Model View Controller، هو نوع من الـ software design pattern يفيد المطورين الويب application أنه يقسم لك ويعزل لك الابليكيشن على أجزاء ثلاثة. عندك الكنترولر أو عندك الفيو اللي هو راح يظهر للمستخدمين، عندك الموديل اللي يتم خزن البيانات فيها والفانكشنز، وعندك الكنترولر اللي راح يكون بيناتهم، لأن الموديل ما ممكن اتصال بالفيو إلا عن طريق الكنترولر. إذن الموديل هو مسؤول عن إدارة بيانات هذا التطبيق، هو المسؤول عن الطلبات اللي بتجي من الفيو، وأيضا هذه التعليمات تمر عن طريق الكنترولر. الفيو هي اللي تمثل الأشياء اللي تظهر أمام المستخدم، الويب بيج اللي يظهر أمام المستخدم، وكل جزء من هذه البيانات اللي تظهر للمستخدمين ممكن يختارون البيانات حسب التصميم.
هذه التمبلتس حالها حال اي تمبلتس ممكن تصممها انت للجي اس بي للاي اس بي للبي اتش بي، وسهل جدا انه انت تربطهم مع بعض في عالم اسمه الاجاكس تكنولوجي. حناخذ فكره الاجاكس ايضا في الانجولر جي اس، بمعنى انت ممكن تعمل تمبلتس خاص اذا كان عندك الباك اند جي اس بي اي اس بي بي اتش بي مش مهم، انت عندك الانجولر جي اس بيتعامل معاهم بتقنيه الاجاكس تكنولوجي. الطرف الثالث او العنصر الثالث اللي هو الكنترولر، اللي بيتمثل انه يتحكم بالعلاقه بين الموديل والفيو، هو المسؤول عن استجابه المستخدم لما يقوم بادخال قيمه معينه او يختار شيء داتا موجود في الفيو ويقوم بنقلها للموديل. كنترولر ياخذ الاستجابه من الانبوتس اللي موجوده في الفورم او في ال HTML، بعد ذلك يقوم بعملية process أو operations مجموعة عمليات وتعديلها عن طريق من؟ عن طريق الداتا موديل. طيب في الانجولر جي اس في عندك مجموعة core functions أو core features، هذا الشيء راح نشرحها احنا بالدرس القادم. لنقول لكم مع السلامة.